السلام عليكم طلاب الصف السادس العلمي الأعزاء ورحمة الله وبركاته، ودرس جديد من دروس مادة الأحياء. طلاب، بالدرس السابق أخذنا موضوع الأخصاب والحمل، هسه موضوعنا عن أحداث الدورة الحيضية. طبعا تحدث في جهاز التناسلي لأنثى الإنسان الناضجة جنسيا تغيرات دورية، أي تغيرات شهرية. تبدأ هذه التغيرات عندما تصل الأنثى إلى مرحلة البلوغ بين 12 إلى 14 سنة. تحصل هذه التغيرات ضمن ما يسمى بالدورة الحيضية، أي الحيض أو الأحداث الحيضية التي تحدث، قلنا بالبداية كل شهر. تتضمن هذه الدورة تغيرات تحصل في المبيض تقود إلى عملية التبويض، هي من اسمها دورة مبيضية، أي عملية تبويض راح تحدث فيها. هنا عندنا هذا الشكل 341 يوضح الأدوار الرئيسية لعملية التبويض في الأنثى ونمو الحويصلات المبيضية. هاي هدا تشوفوها، كما يحدث تغير في بطانة الرحم، تحدث تغيرات في بطانة الرحم أو ما يسمى جدار الرحم. هنا الدورة طبعا المبيضية الأنثى الإنسان يسيطر عليها ثلاث أشياء، اللي هي الهرمونات المحفزة أو المحرضة للمناسل، والهرمون المحفز للحوصلات هذا ما يسمى FSH، والهرمون المحفز للجسم الأصفر هذا ما يسمى BLH. هسه شنهن أحداث الدورة المبيضية هذه ككل؟ تبدأ المرحلة الأولى بمرحلة تكوين الحوصلة البدائية، حيث تتكون هذه السليفة البيضة التي تكون ثنائية المجموعة الكروموسومية، وتبدأ فيها هنا عملية الانقسام الاختزالي الأول. ثانيا مرحلة تكوين الحوصلة الأولية، حيث تبدأ المنطقة الشفافة بالظهور حول البيضة المتكونة. بعدنا أدنى المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الحوصلة الثانوية، ويظهر فيها تجمع هذا، فيها تجويف الحويصلي مليء بإفرازات الحويصلية وبعض بلازما الدم وبروتينات وغير ذلك. ثم المرحلة الرابعة اللي هي مرحلة الحوصلة الناضجة، وفيها تتضح الحوصلة. هذا طبعا تركيب اللي داير مدائر البيضة يسمى بالحوصلة طلاب، زين. وتكتمل فيها عملية الانقسام الاختزالي الأول، ويظهر عندنا خلية بيضية ثانوية وجسم قطبي أول. إذن مرحلة الحوصلة الناضجة يكتمل فيها عملية الانقسام الاختزالي الأول، ويظهر فيها خلية بيضية ثانوية وجسم قطبي أول. هسه مرحلة الإباضة، طلابين اسمها إباضة، أي راح تنطلق البيضة تخرج من تجويف الحوصلة وتخرج إلى الخارج، وفيها تتمزق حوصلة البيضة، هاي تمزقت حوصلة البيضة وتتحرر البيضة، خلية البيضية الثانوية وجسم القطبي الأول. هنا عندنا بعدها المرحلة السادسة اللي هي مرحلة تكون الجسم الأصفر، هذا هو الجسم الأصفر، هاي عند خروج البيضة يبدي تكون الجسم الأصفر من باقي خلايا الممزقة للحوصلة. هذه الحوصلة اللي تمزقت راح يتكون من عندها الجسم الأصفر، طبعا هذا تكون الجسم الأصفر هنا دا شوفوا، وهذا الجسم الأصفر طبعا يتحلل عندما لا يحصل حمل عند المرأة، وتحول إلى الجسم الأبيض اللي هو هذا، يتحول إلى الجسم الأبيض. وشكرا لكم على المتابعة، وأرجو عمل نشر للفيديو ومشاركته مع زملائكم الآخرين تعم الفائدة.